بكم البنات. اليوم جيت ندير بكم واحد الدويره في الحسيمه. هذه الدخله ديال الحسيمه، حنا داخلين وبغيت ندير بكم دويره في على الكورنيش، وانتم معايا يلا تمتعوا لي به، تعرفوا على مدينه الحسيمه، ومرحبا بالناس اللي عجباتهم الحسيمه ولا غادي تعجبهم الحسيمه، مرحبا بكم. غادي ندوركم نهبطكم من الشارع، من الشارع محمد الخامس جو بونس. ندير واحد الدويره صغيره نعرفكم مدينه الحسيمه بك حبيباتي. نديرو دويرة، هانتوما البنات معايا. هاد الكورنيش حنايا الناس الحسيمة كنستغلوه كنديرو لامارش فيه بحال الرياضة، حيت هو يعني كديري ساعة هاد لامارش سي بيان، إلا درتيها شاك جوغ راه مخيرة، الإنسان كيطلق المفاصل ديالو، كيستمتع بالبحر وميم طون كيدير كيما نقولو حجة وزيارة. كاينين قهيوات وريستورات هنايا البنات رائعين، كاين دي سناك، يعني في الصيف الناس كاع ما كتدخلش بكري يعني للديور ديالهم، تقريبا كيبقاو هنا حتى 5 د الصباح، كيكون الصهد في الديور كيفضلوا يبقاو هنا على البحر، كافي جالسين يقولوا كيتعشاو هنا، كاين اللي كيتسحر كاع في رمضان هنايا. يعني مزيونه الصراحه، هنا ستاسيونون دو فين كتستاسيوني باركينغ دو فواتور، تجلسي في القهوه وتخلصي طبعا باش تباركي الطوموبيل ديالك، فيما مشيتي دابا فيما كاين شي رقعه ردونا باركي سميتو بالاداء، اما كاين تخرجي للشارع مشكله، تمشي للشارع كلشي كاع الطرقان كلهم بالاداء، ما فهمتش انا هاد القضيه هادي. هنا العيالات كيديروا لا مارش زعما الصراحه مزيان هادشي الصراحه، والله هاد شهيد ندير شويه د لا مارش، نهار ندير لا مارش البنات نصور لكم نصور لكم راسي كندير لا مارش والله الا شحال زوينه هاد المناظر، هادي غزال الجبال، الجبال على البحر، الجبال العاليه. كلشي يمكن غادي يصايبو يعاودو الجليج ولا بس ادري شنو غادي يعملو هنا. كاينه بلايان هنا لتحت الناس كتبحر رائعه جدا، حتى انا كنجي بعض المرات في الصيف كنعومو هنايا مع البنات مع الصديقات ديالي. شفتوا على منظر شحال زوين، شوف 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 غزال 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 البنات، شوفوا على مناظر شحال زوينه، وندي غير حنا في اسبانيا الله يلا هاد الشمال هذا كيشبه شويه اسبانيا. شوف شوف ولا مناظر شحال زوينين،
هذا باركينغ اللي هنايا على اليمين ديالي كله، هذا كنديرو نخلصو فيه الفلوس في الصيف. باش ديري لا مارش خصك تحطي الطوموبيل هنا وتطلعي على رجليك ولا تهبطي، يعني في المحطتي هي كتأدي عليها. ايوا انا ساليتكم الكورنيش مرة اخرى، ان شاء الله غادي نديكم معايا للطريق الساحلي، غادي تشوفوا عاوتاني واحد الجو اخر ومن مناظر اخرى. يعني كورنيش غزال عاوتاني تاع هذا كبير شويه على هذا، هذا يعني كورنيش داخل المدينه، وكاين واحد خارج المدينه، كاين بزاف يعني ماشي غير واحد ولا جوج، ولكن اغلبيه هذا داخل المدينه، ما انسان ما واخا يجي له على رجله، فهمتوا؟ ماشي بالضروره تيجي بالطوموبيل، يعني على رجلي كتجي تهبطي وتسارع. كاين كافي هنايا، لي كافي لي ريستو على البحر، نتينا جالسه وكتقهوي على البحر، رائعه جدا الصراحه. شفتوا المناظر شحال زوين، واحد المنظر غزال صراحه. الجبل تبارك الله دائما كيفد بالماء، كيبنيه ويعدلوه هذا ويطرقع ثاني عوينه، كما بعدا غير يستغلوه يديروا شي روبيني تما يبدا يستافدوا منه الناس. هذا هو الكورنيش البنات، اللي عجبتها الحسيبه تجي تدوز الصيف هنايا واحد السيمانه ولا 10 ايام ولا شهر، كل واحد على حسب القدرات الماديه ديالو. حنا نمشيو للداخل وانتم جيو للشمال. نتبادلوا البنات نتبادلوا. حنا في البحر العام كامل. دابا تشوفوا شويه المدينه، انا ساليتكم الكورنيش، الكورنيش داخل المدينه. دا اليوم جيت نتقاسم معكم التقضيه اللي درت البارح لرمضان. غادي نبدا بعدا باللي كيتوكل عاد نمشي للقشاشه. المهم راكم عارفين حنا العيالات مضروبين على 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 على, على القشاشه بزاف، وعلى على الخسائر بزاف، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما كيقنعوناش قشاشه اللي عندنا. اذا غادي نبدا لكم بالاجبان. البنات انا شريت هذا، شريت هذا المملحات، وشريت سميتها الموتزاريلا، واحد الموتزاريلا البنات ديال برا كيبيعوها في مرجان زوينه، يعني كتاكليها بحال الفرماج، ماشي ديك البيضاء، هذه شويه اللون ديالها صفر. الا بغيتو نحل معكم نوريها لكم البنات، ها انتم شوفوا، يعني كتكون داخل كتكون بحال شكل الفرماج، وهي موتزاريلا هذه غزاله، كتجي بنينه في البيتزا وفي المملحات، وديك القضيه ديال انها تجبدي تقطعي البيتزا وتجبد، راه هذه كتصلح لها. اون بلوس لو غو عندها ان بون غو. شريت واحده ديال لاباط فيتي غير شويه، بغيت ندير شويه ديال لي سوشون مالحين وحلوين، وشريت لادان فيمي المدخن والمطبوخ صدر ديك الرومي، شريت غير جوج البنات، شريت غير جوج، وشريت كيسو ناتورال، شريت فرماج ناتورال، هذا للدهن وديري به طوستي به الخبز وداكشي، رائع جدا. وفي المملحات كذلك مثال زوين زوين بزاف. شريت هذا دان ترونشي تيست ديال لي ترونش، كيصلح في كي كديري ديك اللي كيكون داخل في لي بات،
مثلا دابا ندير لكم بهم مملحات رائعين جدا وفي الخبز. وشريت واحد لاباط ديال لينغاس، بغيت نديرها حتى هي في 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 لاباط فيتي، ندير بها واحد لي سوشون كيجيو زوينين حلوين. اولا ديروا تعمروا بهم سيمنات، راه كيجيو رائعين البنات صدقوني. وشريت واحد لايت ولايت، شريت بلون بلون دور بلون اور ولا اور بلون ولا فاش كيغي، انا كيعجبوني هذا النوع ديال، ولكن لايت انا دائما قلت لكم البنات كنشري لايت، واخا كيقولوا راه ما كاينش لايت، ولكن انا كيعجبني المذاق ديال هاد لايت، كنلقاه مختلف على الفرماج العادي. حتى نتوما كنظن لا ميم شوز. شريت واحد الفرماج ديال هذا كيعجبني انا، هذا كتعجبني ديك المروريه ديالو غزال، هذا كيحمقني انا، نتاع مصدر مزيون هذا. وشريت واحد كوخاده، وشريت البنات واحد لي كونفيتور ديال واحد عكسوس ندهن به المسمن في ولا المخمر في رمضان ان شاء الله، نخليهم حتى رمضان الصراحه. وهذا ديال سكنجبير، يعني كتاكلي حاجه وكتاكليها صحيه، فهمتوا؟ مزيون هذا البنات، مزيون في المذاق كيحمقوا. شريت واحد اكسترا فين، واحد تيفير، انا مضروبه على لي تيرا ما نقولكمش، عندي لي ليبتون وهذا الشيء ديال الشاي الاخضر كنحماق عليه. ودابا ننتقلوا للقشاشه. شريت واحد الباكيه ديال القهوه، قهوه وحليب، انا كنستعمل عندي دولسي غوستو، وشريت هاد كورتادو، يعني القهوه والحليب ولكن فورت، ماشي خفيفه، تعجبني للصباح. راه كنت بعدت لهاد القهوه والحليب، دابا رجعت لها عاوتاني، ولا القهوه ما كنكثرش منها بزاف، كتجي اصلا كتجي ديال هاد القهوه هادي ديال الكابسولات، كيجيو شويه خفافين. عندي كحله، وعندي نوريكم واحد النوع، كاين اخر، كاين البنات كنديرهم في هادي ديال الماكينه، وهما هادو اللي ما كيعرفش الدوزات الكابسول، هادي عندي كحله قهوه وحليب، وهادي عندي نيغرا عندي كحله، دونك انا راه كنحماق على هاد القهوه هادي. وعندي واحد القهوه اخرى ديال الدوزيت، كاينه ديال الدوزيت عاوتاني، انا راه مولوعه البنات بالقهوه، راه ما نقولكمش البنات حالتي مع القهوه، راه عندي مشاكل مع القهوه، مع السنه كتصفر لي سناني، وانا ما كنقدرش نستغنى عليها البنات، والله القسم ما كنقدر نستغنى عليها. كاين واحد النوع ديال القهوه حتى هي كنستعملها، نوريكم البنات ديال الدوزيت، كنديرها في هاد نتاع ارينا، كتعجبني هادي كنديرها فيها، ما حيت ما عنديش ما يمكنلهاش تخشى هنايا، دونك هادو ديال الدوزيت بوحديتهم، وهادو كابسول، هادو كابسيلات، هاديك الكاريط وهادي ديال البلاستيك، البنات اللي ما كيعرفوش، هما اللي عنده راه عارف شنو كاين. نكمل معكم البنات المشتريات، دونك سالينا من هادشي ديال الماكلة، الفرامج وهادشي ضروري في رمضان. نبدا دابا بالقشاشه، نبدا لكم بالقشاشه. شريت البنات هادو زوينين تحطيهم للضياف ولا للعائله، خص ضروري حنا الحاجه الزوينه كنحطوها غير للضياف ياك، خص نحيدو من هاد القاعده، الانسان يتمتع هو الاول. شريتهم صغيورين البنات، علاش؟ باش ما ياخذوليش بزاف ديال ليسباس في الطبله، وميم طون ياخذوا غير شويه ديال المحتوى ديالهم اللي غادي ديري فيهم. ستيتوين زوينين، كيصلحو حتى في الحمام، كيصلحو بيت النعاس، ديري فيهم قطينات وديري فيهم، فهمتوا؟ يعني عندهم مجموعه ديال الاستعمالات، وكيصلحو حتى تحطيهم بلي بونبون بونبونيير، يعني تصلح كبونبونيير، وتصلح اوسي تحطي فيها مثلا شويه ديال السلو، شويه ديال التميرات، انت وشنو بغيتي. شريت منهم البنات ثلاثه، شريت ثلاثة صغيورين بالحجم الصغير، حيت عندي الكبارين. وشريت واحد البونبونيير حتى هادي، حيت يكونوا الضياف وداك الشيء، بنادم يقدم فيها التمر معمر، عجبتني ولقيتها رخيصه البنات، ماشي غاليه. شوفوا كي دايره شحال مزيونه، شوفوا البنات كي دايره غزاله، استنى نجبدها، استنى فوالا، شفتوا البنات شحال مزيونه، تحطي فيها الضياف في الصالات، كتخليها دائما
سالا مونجي فيها تمرات معمرين بالقرقاع ولا باللوز ولا بالباتا موند، يعني مزيونه الصراحه، عجبتني بزاف البنات. ها انتم شفتوا غزاله. اذا هذه كتصلح كتصلح لسميتو في رمضان بلاد الضياف، تحطي فيها يعني بزاف د الحوايج. شريت البنات هادو ديال لي صوص، كانوا عندي جوج وزدت باكيه اخرى، يعني كان باكيه فيها جوج، كانوا عندي ديجا جوج وانا جبت جوج اخرين، جبت باكيه فيها جوج. البنات زوينه نتاع لي صوص هادو، كتحطي فيهم لي صوص مع لي بلا ديال لي سالاد اولا ديال الروز اولا اللي بغيتي، يعني مهم لي صوص لي مايونيز. بزاف الزوات تقدر دير فيه الزيتون، يعني انت وشنو بغيتي تحطي فيهم. وشريت واحد الباكيه البنات ديال الكيسان داتاي. انا من النوع اللي كاين من دغيا كيطلعوا لي القشوع في راسي، نقول لكم الصراحه. هادو غير عاديين دائما، مشرباتي دائما رخاص، ماشي غاليين البنات، راهم موجودين في الاسواق، موجودين في مرجان، غير لهم اصلا يمكن السولد ولا ما عرف شنو. اذا سالينا من هذا الشيء، شريت واحد البريكي عجبتني غير هاد التويشيه هادي، عندي انا صغيره ولكن شريت هذه كبيره حيت كتجمع. شريت هادو البنات ديال لي شيبس مزيونين، هادو الانوكس ما كيتصداوش. لي شيبس في الصيف، الصيف هادو ضروري نقليهم حيت يكونوا العائلات الولاد الدراري الصغار. لي شيبس تحطيهم، تقدري تحطي فيها حتى الهومبورغيسات، تقدري تحطي فيها الخبز، تقدري يعني عندها مجموعه ديال الاستعمالات. انا شريت غير جوج ديال الانوكس حيت اصلا هما شويه غاليين. وشريت البنات انا راني مولوعه بالتي والاعشاب، انا بحالي بحال الاخت حنا سلعه. شريت هذا البنات، كان عندي صغير وطرطق ليا حيت هما عندهم الدجاج فراجيل، ما خصكش قاصوا لي غير شويه لافابو تفرشخ، يعني هذا خصك تحاولي عليه. كي عنده السين عنده الشبيكه ديالو فين كديري الاعشاب اللي بغيتي تشربي صافي، وكت ماشي كيطيب فوق الطبله فوق البوطه بليتو، هذا غير كديري الاعشاب وكتخليها البنات صافي، وتخليه يطلقوا دوك الاعشاب وتشربيهم. اللويزه النعناع مع اللويزه السلميه، المهم كاين بزاف حب الرشاد، داك التخربيق ديال الحبوب مع الباديان، يعني كلشي معناه بنادم اللي بغى يدير الاعشاب يشربهم يستافد منهم مهدئات في الليل. هذا عجبني، لقيتو 50 درهم في واحد المعرض ديال القشوع، وانا كنت شريتو صغير عليه ب 70 درهم ولقيتو 50 درهم. قلت له انا عندي اصلا واحد طويل كنت شريته من مرجان البنات، غادي نوريه لكم كي داير باش تشوفوه، حتى هو رائع جدا ولكن بنادم يبدل. نوري لكم البنات، ها هو انا عندي هذا زوين، هذا كيصلح حتى للقهوه، ديري القهوه هنايا وتخوي عليها المطايب وكتصفالك عندها الصفايه صافي وكتشربي، ديري فيه ليبتون، ديري فيه اي حاجه يعني عملي، فهمتي؟ هذاك درتو للعائله، وهذا بنادم بوحدو ولا جوج الناس ديريهم ليبتون. اذا هذا شريتو كان عندي ماشي شريتو دابا. اذا شريت هادو البنات، حمقوني هادو الزواتان لاي حاجه بغيتي تحطيهم. شريت ثلاثه البنات، ثلاثه منهم طبيصلات، وشريت هادو طوال المملحات، كتبغي تحطي غير قليل ما تحطيش بزاف يعني العائله. وشريت هادو طوال عاود منهم، هانتوما البنات مزيونين البنات غزالين، من المعرض ديال القشاشه وبديت كان اللي عجبتني هزيتها، يعني هادو كانوا خاصني، عندي بزاف يعني طوالين ولكن زدت منهم. شريت هادو صغارين غير جوج حيت عندي واحد قلت بركه ما نكثرش، وشريت جوج هادو هانتوما مازال عاد مغبر خصو هذا جوج عاوتاني. وشريت البنات ما كان خاصني هذا ديال ثلاثه ديال الطبقات، عندي داك اللي مغطي كيصلحوا في لي سالاد رويال والحلويات وكلشي في الاعياد المناسبات، مزيونين هادو ثلاثه. شي 80 درهم باش شريتو، لقيتو حتى هو في المعرض وانا ناخذو. ايوا وهذا الشيء اللي شريته البنات، وعواشركم مبروكه، والله يجعل رمضان يدخل علينا بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله، الله يشافي مرضانا، والله يرحم موتانا، والله يخلي لنا صحيحتنا ويعطينا الصحه والعافيه، تنصومو ان شاء الله كامل حنا وجميع كاع المسلمين،
ومن هذا المنبر انا كنحيي كل وحده كتزور القناه ديالنا وكدير لي كومونتير وكتخلي من كتضيع من وقتها وتشاهد الفيديوهات ديالي انا والاخت ديالي. انا كنشكرها بزاف وبزاف وبزاف وبزاف. وكذلك مثال كنحيي كل امراه كتدخل الكوزينه في هاد العواشر وكتدخل كتوجد المسائل المملحات لرمضان والشباكيه والسلو البريوات اللوز الكاوكاو المعسلين. يعني كنحييها من هاد المنبر لان مساكن النساء كيعياو بزاف حنا العيالات والله الا كنتعبوا بزاف. والله يخلي لنا صحتنا هذا هو الاساس الله يخلي لنا صحتنا حتى نقدو نديرو ونبرعو وليداتنا ونبرعو الاسر ديالنا ونبرعو الضيوف ديالنا. وهذا ما كان حبيباتي وخليتكم على خير وبخير وبسلامة عليكم. ونتمنى نتمنى نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي وهاد المشتريات ديالي. يمكن ياك ما بالغ تقولوا لي مهم رمضان خصو ضروري نشريو حويجات جدادين لان باش كنستقبلوه بواحد الحراره بواحد الشوق. يعني هو شهر العباده وشهر بنادم ما يبقاش يبالغ في تحضير الاكل في المواعيد يكثر بزاف ولا لا يدير واحد النوع بارك عليه يفكر في الناس اللي ما عندهمش الله يحسن العون. واش غادي نقول لك والله يعطي لكل واحد على قد جهده وعلى قد مبتغاه وعلى قد شنو بغاه هو في الدنيا هذا ما يقول بنادم. يلا حبيباتي خليتكم على خير وبخير بسلامة عليكم باي باي عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.